دعت وزيرة الاستثمار سحر نصر مستثمري بورسعيد إلى التوسع في استثماراتهم في المنطقة الحرة ومضاعفة الصادرات ومعدل الإنتاج. جاء ذلك خلال تفقدها عددا من المصانع بالمنطقة الحرة الخاصة ببورسعيد. كما تابعت الوزيرة أعمال الانتهاء من تجهيزات فرع مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة قبل بدء العمل به رسميا. طبعا النهاردة احنا في زيارة طبعا مع معالي المحافظ سيادة اللواء عادل غضبان. بالفعل بنزور المناطق الصناعية، مناطق الاستثمارية، مناطق الحرة، لأن هنا محافظة بورسعيد من المحافظات اللي الحمد لله في الفترة اللي فاتت حصل ضخ لاستثمارات، استثمار قطاع خاص كبيرة، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر زي ما رئيس الشركة أشار. وإحنا بنتابع هذه الاستثمارات يعني عن ثقب، وبنتابع لو في أي تحديات، وده سبب من أسباب الزيارة النهاردة إن احنا جايين يعني زيارة المصانع وبنتكلم مع المستثمرين، بنشوف ايه التحديات اللي هما بيواجهوها. ان احنا شغالين استكمالا لمسيرة الاصلاح ان احنا حل مشاكل المستثمرين، فجايين نشوف على ارض واقع ايه المشاكل والتحديات اللي بيواجهوها، ازاي ان احنا نيسر لهم الاجراءات. ان شاء الله في زيارة برضو المركز خدمات الاستثمار اللي هو ان شاء الله يكون في افتتاح ليه قريبا، عشان احنا عايزين برضو كل الاجراءات يعني نلغي كل الاجراءات البيروقراطية اللي بيواجهها، لان زي ما حضرتك شايف الحمد لله في حركة، عايزين ان احنا الحركة نساعد وندعم ان هو يبقى المسيرة ان شاء الله اسرع في جميع المحافظات ومنها بورسعيد. احنا عندنا بورسعيد اكبر كيانين عظيمين في العالم بالنسبة لصناعة البتروكيماوية او صناعة البويات او صناعة مصنع تي سي سينمار، اللي هو الاقتصاد مصنع تي سي سينمار بيوازي اقتصاد قارة افريقيا كلها. فعندنا بورسعيد صناعات عملاقة موجودة في المنطقة الصناعية، إضافة إن هي البنية التحتية والبنية التشريعية والقانون الاستثماري الجديد أتاح الفرصة إن المستثمر يجي عشان نقدر نوفر فرص عمل لأولادنا. إحنا النهاردة بنشوف كيان عظيم، النهاردة الكيان ده المرحلة الثانية من المصنع ده لما تم إنشاؤه خلينا نعمل 54 مصنع اللي هو يعمل قيمة مضافة للمادة البي في سي اللي هو هيبقى ده المادة المغذية بتاعته. يبقى إحنا بالمنظر ده بدل ما نصدر مادة خام، لا، نصدر مادة ليها قيمة مضافة هيعاد بالعائد على الاقتصاد القومي المصري.